السياسة الخارجية لسلطنة عمان تمثل نموذجاً للتعامل الهادئ وسط أمواج إقليمية وعربية متلاطمة، فعلى الرغم من وقوع السلطنة بين قطبي الصراع الكبيرين السعودية وإيران، إلا أنها استطاعت الحفاظ على توازن بين المصالح المتضاربة لجيرانها وبين مصلحتها القومية. فرغم النشاط الكبير لسلطنة عمان كعضو في مجلس التعاون الخليجي وعضو في الجامعة العربية، إلا أن السلطنة كثيراً ما تتخذ مواقف مختلفة عن الخط السياسي لمجلس التعاون الخليجي وللدول العربية. ففي مارس عام 1979 وعقب توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، رفضت سلطنة عمان قرار الجامعة العربية بمقاطعة مصر. وأثناء حرب الخليج الأولى من 1980 وحتى 1988، حين وقفت دول الخليج إلى جانب صدام حسين في حربه ضد إيران، قررت سلطنة عمان تقوية علاقتها مع إيران. وعبر سنوات من الجهود الدبلوماسية قادت الوساطة التي أدت في النهاية إلى وقف إطلاق النار وأنهت الحرب بين الدولتين. ويستمر الدور العماني في نزع فتيل الأزمات، فاليوم هناك ما يمكن تسميته بالترحيب الدولي بهذا الدور العماني بعد تراجع الدور القطري كوسيط في أزمات المنطقة بسبب التدخل الأخير في شؤون الدول ومناصرتها لجماعات الإرهاب. أعتقد التقرير ألقى الضوء بالتواريخ وبالأحداث بعينها وطبيعة يعني هذه الدولة الصغيرة وقدرتها على القيام بالأدوار اللي تبقى مقبولة من أطراف متناقضة. علشان كده هيبقى مهم قوي لماذا كان هذا الاستقبال الحافل للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تزينت الشوارع ومقر الإقامة، الحياة خدت طابع مختلف. هي زيارة أولى للرئيس تقريبا وهو بيوشك على إنهاء فترة رئاسته الأولى. المسألة ما بين سطورها ما يستحق إن احنا نضع يعني عين لبين السطور هناك.